معي عبر الهاتف من ابو ظبي العميد خالد النسي المحلل العسكري. مساء الخير، اهلا بك معنا سياده العميد. سنحاول مع حضرتك ان نعرف المزيد من المعلومات عن هذه الاسلحه، بدايه الاسلحه الايرانيه المتواجده في اليمن. مساء النور استاذ ميسون. اهلا وسهلا. بالنسبه للصواريخ او السلاح بشكل عام الذي يمتلكه الحوثيين، طبعا هو في المجمل سلاح ايراني وبادله واثباتات يعني. بالنسبه للصواريخ الذي كانت موجوده في الجيش اليمني، هي في الغالب هي عباره عن صواريخ تكتيكيه او استراتيجيه قصيره المدى، وكانت اكثرها من سبعينيات القرن الماضي موجوده مع الجيش الجنوبي اللي قبل الوحده بين شطري اليمن، موجوده في قاعده العند. بعد حرب 94 تم تجميع هذه الصواريخ في اللواء الخامس صواريخ واللواء السادس صواريخ واللواء الثامن صواريخ مدفعيه في صنعاء، لكن هي بالمجمل لا تتجاوز ال 500 600 كيلو متر يعني على اكثر تقدير بالنسبه للمدى يعني. لكن يعني هو التغيير النوعي، انه مثلا الصواريخ الحوثيه مثلا النجم الثاقب واحد مداه 45 كيلو، النجم الثاقب اثنين 75 كيلو، هي نفس المواصفات الفنيه للصاروخ الايراني عقاب، نفس المواصفات الفنيه للصاروخ الذي عند حزب الله باسم عقاب واحد وفقد ثلاثه، نفس المواصفات ونفس الشكل. الصواريخ حتى الصواريخ الموجهه ضد الدروع مثل صواريخ كونكورس ام 9 ام 113 وكورنيت 9 ام 133 هي نفسها يعني بمواصفات ايرانيه. التغيير في هذه الصواريخ انه في عام 1985 عقدت ايران صفقه مع كوريا الشماليه لشراء 100 صاروخ من نوع هواسونغ اسمه هكذا، وجزء من الاتفاقيه انه تنتج صواريخ ايران هذه الانواع من الصواريخ في ايران باسم شهب، نفس الصواريخ الذي اطلقت واخرها الصاروخ الذي اطلق على مطار الملك خالد يعني في بدايه شهر نوفمبر الماضي، نفس مواصفات شهاب الايرانيه. حتى لو تكلمنا مثلا على الالغام المعروف ان اليمن صواريخ شهاب قادره على ماذا؟ نعم، كنا نتحدث دائما عن استخدام ايران لصواريخ شهاب، اذا كل هذه ادله على بانه هذه الاسلحه هي إيرانية، ولكن لنتحدث أكثر عن قدرات هذه الصواريخ إن كان قيام أو شهاب. نتحدث بالطبيعة، نتحدث عن علامات تجارية هي مطابقة طبعا لعلامات شركات دفاع إيرانية، نتحدث عن التصميم المميز لصمامات صواريخ الذي لا يوجد إلا في إيران، لنعرف المزيد عنها. الشبكه الكهربائيه لهذه الصواريخ والقوارب السريعه الذي وجدت في البحر الاحمر وتقوم بعمليه تفخيخ وتفخيخ ضد اهداف بحريه، الشبكه الكهربائيه هي من صناعه شركه سينيا الايرانيه، موجوده حتى الرموز في بعض الكمبيوترات او الرموز الخاصه بهذه الاسلحه هي رموز تستخدم باللغه الفارسيه، يعني الادله موجوده والوثائق موجوده ومفروض انه في فريق متخصص لهذا الجانب يوثق هذه الامور بحيث انها تكون هذه انتهاكات وتعتبر جرائم حرب ضد الشعب اليمني والمنطقه يعني. فالمفروض انه حد يتابع هذه الامور والوثائق موجوده ومستعدين كل الاطراف انهم يساهموا في هذا الجانب، وكل الادله تثبت انه الحوثيين يعني عباره عن رعاه لا يمكن ان يكونوا بهذا المستوى على الاطلاق، حتى ملاك الجيش اليمني لا يمكن ان يكون بهذا المستوى. احنا نتكلم عن صواريخ الان، صواريخ يعني بالستيه متوسطه المدى توصل مداها من 1000 الى 3000 كيلو متر، لا يمكن يكون هذا المدى كان موجود في ملاك الجيش اليمني. طيب بس من جديد استفسار اخير، ما الذي يميز صمامات صواريخ؟ لماذا لا توجد الا في ايران؟ ما الذي يميزها؟ يميزها طبعا هي عندها قدره، مثلا ايران هي في حربها مع العراق في الثمانينيات فتحت خطوط اكثر من خط وخاصه مع كوريا الشماليه. فهي تقريبا استعانت بخبره في هذا الجانب من بعض الدول المتقدمه في هذا المجال زي مثل اوكرانيا مثل كوريا الشماليه، فاستعانت بهم وعندها قدره على هذا الجانب، كانت سخرت كل، ومعروف انه ايران دوله منتجه للنفط ودوله المفروض تكون غنيه، لكن سخرت كل الاموال لهذا الجانب للتصنيع الحربي فتفوقت في هذا الجانب. نعم، انا اشكرك جزيلا سياده العميد خالد النسي المحلل العسكري، كنت معنا من ابو ظبي.